نظرك وفي يعني تحليلك لسير المباراة، إيه هي أهم أسباب خسارة الوداد أمام الأهلي في مباراة الأمس؟ الأسباب الأساسية هي هو العياء لدى لاعبي الوداد، لأن البطولة لم تنتهي إلا الأسبوع الماضي، عكس الفريق الأهلي الذي حسم لقب الدوري المصري منذ شهرين، حيث مدة التحضيرات لفريق الأهلي كانت كافية وجيدة، عكس الوداد الذي لم يتعرف على حسم اللقب إلا في الدقائق الأخيرة للمباراة ومباراة فريق الرجاء، حيث الضياع اللقب أثر على نفسية اللاعبين. ميغيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد،